أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. سنتناول في هذا الجزء الأول من البرنامج آخر المستجدات المتعلقة بالدخول الجامعي والذي سيكون يوم 24 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تفاصيل تحويل 23 جامعة كلاسيكية إلى الجيل الرابع. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سيدتي الكريمة وشكرا على الاستضافة. شكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن في البداية، ما الذي يميز هذا الدخول الجامعي لهذه السنة وما هي الإجراءات المتخذة للتكفل الجيد بالطالب وكذا الموظفين؟ بالفعل نحن على بعد يومين من دخول الجامعي برسم السنة الجامعية 2024-2025. هذه السنة سوف يميزها الطابع الرقمي مع التأكيد على تجويد التعليم العالي، والعنوان الكبير لهذه السنة الجامعية وهو جعل من الجامعة أو تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة الجزائرية، خاصة وأنه السنوات الماضية كان السيد رئيس الجمهورية جعل من الجامعة قاطرة للتنمية والإبداع، وفي هذه العهدة سوف تكون التعليم العالي أو بالخصوص الجامعة الجزائرية سوف تكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، بعدما كانت قاطرة اليوم أصبحت رافدا من روافد الاقتصاد الوطني. إذن هذه السنة سوف يتم تعزيز الدور الاقتصادي من خلال إعطاء مساحة أكثر لاستغلال براءة الاختراع وتتمين البحوث العلمية الوطنية إلى منتوجات صناعية قابلة للتصنيع، وانفتاح أكثر وأكثر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. واليوم نتطلع لعقد شراكات عديدة ومتعددة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذلك الانفتاح أكثر وأكثر على الجانب الدولي أو الجامعة الدولية، خاصة اليوم فيها شاهدنا إقبال كبير ورغبة كبيرة من الشركاء سواء من الجامعات الدولية الكبرى على عقد اتفاقية شراكة مع الجامعات الجزائرية في النقاط الأربعة من الوطن، الشرق جنوب وشمال وغرب، خاصة وأنه اليوم من شهر إلى آخر نرى أولا تحسين تصنيف المؤسسات الجامعية، ونحن مدامنا نتحدث عن مرئية هذه المؤسسات وجودة وقوة وصلابة المنظومة التعليم العالي بالجزائر يعكسها ذلك من خلال تصنيف يوم أمس 68 أستاذ باحث من 36 مؤسسة جامعية وبحثية، 32 جامعة وأربع مراكز بحث، هم ضمن 2% من الباحثين على المستوى العالمي المؤثرين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا يعكس قوة التعليم العالي بالجزائر، وكذلك يعكس تصنيف وتحسين تصنيف ورؤية المؤسسة الجامعية، خاصة ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا ونحن منذ 3 أشهر وقفنا على تصنيف تيارشو تايمز هاير إدوكيشن، وهو قاعدة تصنيف عالمية وين صنفت الجزائر الدولة الأولى عربيا ومغربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات التي حققت 17 مؤشر للتنمية، واللي يدخل ضمن المؤشرات المحددة من طرف هيئة الأمم المتحدة. اليوم هذا يعكس التوجه والتصور والفلسفة الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلالها مؤسسات التعليم العالي سواء جامعات مراكز جامعية وحتى المدارس الوطنية كانت أو عليا. اليوم هذه قوة الجزائر المنتصرة في جامعاتها وفي أساتذتها وباحثيها، والقوة الحية اللي تكمن بالجامعة وهي إطارات المستقبلية للأمة، وهم الطلبة خاصة أنهم اليوم خالقي للثروة وهم أصحاب الأفكار الإبداعية وهم ما تعول عليه اليوم الجامعة الجزائرية. نحن مقبلون على عهدة اقتصادية لبها وصلبها وهو الحركية والحيوية الديناميكية التي تحتاجها الجامعة الجزائرية اليوم. بالحديث عن الجامعات الجزائرية، ربما ما هو عدد الجامعات الجديدة التي ستضاف إلى الهياكل الجامعية ككل؟ السنة الماضية كان 114 مؤسسة جامعية، وهذه السنة راح يكون عندنا 115 مؤسسة جامعية. راح تكون المدرسة الوطنية العليا للأمن إرسي بيراني بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادا بسيدي عبد الله، هي سوف تزين سماء التميز، خاصة وأنه القطب العلمي والتكنولوجي هو قطب التميز، خاصة أنه يستقطب طلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز، واليوم نخبة النخبة هي موجودة في سيدي عبد الله، خاصة أنه أدنى معدل الالتحاق بالمدارس الخمس الموجودة على مستوى القطب هو 17.50 من 20. هذا يعكس أولا
التوجه والرغبة الكبيرة لحاصلي تقدير امتياز بتوجه لهذه المدارس وبالخصوص لهذه التخصصات، خاصة أنه اليوم القيادة العليا للبلد تعطي أهمية كبيرة دون تغاضي وتناسي التخصصات الأخرى، ولكن الميادين العلمية والتقنية والرياضية أصبح لها مجالا أكبر في اهتمامات القطاع. نعم. خاصة حتى الظروف الحالية ربما تتطلب التوجه إلى مثل هكذا جامعات في الجزائر. نعم بالفعل، خاصة أنه اليوم الاقتصاد أصبح اقتصاد مبني على المعرفة، أصبح ما يسمى اليوم الذكاء الجماعي، واللي كله يصب في وضع حلول تقنية وتكنولوجية. ربما نحن منذ أيام شفنا شاشات حتى الحروب تغيرت، أصبحت حروب إلكترونية فيها وين الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي أصبح له الكلمة الكبيرة. إذن الجزائر ليست في منأى عما يحدث في العالم، والجامعة الجزائرية تتأثر وتؤثر إيجابا بمحيطها وبما يحدث في العالم، ولذا وجب في بعض الأحيان إيجاد تخصصات جديدة، في بعض الأحيان تحيين بعض مسارات التكوين، وفي بعض الأحيان إيجاد مدارس جديدة. ربما نحن منذ 5 سنوات حينما أقر السيد الرئيس أنه يكون فيه مدرسة عليا للذكاء الاصطناعي، ربما الكثير لم يكن يستوعب ويفهم معنى مصطلح الذكاء الاصطناعي، واليوم نرى ماذا يقدم الذكاء الاصطناعي خدمة للمجتمع والإنساني بصورة عامة. اليوم إنشاء المدرسة الوطنية العليا للأمن للذكاء الاصطناعي أصبح نجني أولى ثمار، خاصة أنه نحن هؤلاء الطلبة كانوا وراء تصميم أول تطبيق استعملته للتوجيه، وهو أداة محاكاة وتساعد في توجيه الطلبة حامل أشهاد البكالوريا. بفضل هذا التطبيق الذي كان موضوع تحت تصرف الطلبة وصلنا إلى نسبة الرضا في الرغبات لحامل أشهاد البكالوريا إلى 70%، وهذه أعلى نسبة تسجلها قطاع التعليم العالي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. الفضل للتصميم هؤلاء من تصميم هؤلاء الطلبة اللي هم كانوا في السنة الثالثة. إذن لك أن تتخيل سيدتي الكريمة ماذا يمكن أن يقدمه هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم على بعد سنة. والأمن السيبراني اليوم خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم هي ضرورة وملحة للولوج إلى هذا النوع، خاصة اليوم الجزائر في تحول رقمي كبير ورهيب لمختلف القطاعات الوزارية. حقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت من القطاعات الرائدة، خاصة أنه وزارة التعليم العالي الوزارة الرائدة في استكمال جميع الخدمات أصبحت رقمية وعلى جميع المستويات، المستوى الأفقي والعمودي، أصبحت جميع الخدمات والمعاملات الإدارية فيها تتم بصفة رقمية 100%. هل يمكن اعتذر منك، هل يمكن القول أن هذه السنة حتى في التسجيلات كانت بصفر ورق؟ بالفعل السنة هذه كان فيه تعزيز لمكتسبات السنة الماضية اللي فيه كانت السنة الماضية أول سنة يتم فيها التسجيل بصفة رقمية باستعمال أولا منصة رقمية مطورة مصممة من طرف تقني ومهندسي وزارة التعليم العالي، هم الجزائريين. تم تطوير المنظومة الرقمية لوزارة التعليم العالي بعقول جزائرية 100%، خاصة أنه اليوم هذا الفضاء أصبح فيه بوابة إلكترونية للطالب، فيها موجود فيها كل ما يستحق الطالب بداية من التسجيل واللي لم يتنقل فيه طالب ولم يقدم أي وثيقة إدارية في أي نقطة من الجزائر الحبيبة، كان في تمراس أو في تبسة أو في تيزي وزو أو في تلمسان، لم يتنقل هؤلاء الطلبة لمؤسسة الجامعية، وتسجيلهم تم بطريقة إلكترونية وتحصلوا على شهادة التسجيل، بالإضافة إلى بطاقة الطالب اللي اليوم أصبحت متعددة الخدمات، أصبحت بطاقة ذكية. ربما نحن من الجيل الذي لم يكن لنا هذا الحظ أننا ببطاقة واحدة يمكن الاستفادة من جميع الخدمات، منها الخدمات البيداغوجية والخدمات في الجانب الخدماتي أي الذي تقدمه الديوان الوطني للخدمات الجامعية. بالإضافة إلى هذا، هذه السنة تم إضافة تحسينات على ما كنا عليه في السابق، خاصة أنه الجديد هذه السنة والاستفادة منها مقارنة بالسنة الماضية، ومنذ أن أنشئت المنحة ببلدنا الحبيب كان لزاما على الطالب وإجبارا أنه يقدم ملف من 11 وثيقة لحتى يستفيد من المنحة. هذه السنة في إطار الحوكمة وتحسين تسير هذه المرافق والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بإمكان الطالب تقديم وثيقة واحدة وهي كشف راتب الوالدين ووضعها على المنصة، وبهذا يستفيد من المنحة. بالإضافة إلى هذا، لأول مرة والسنة الأولى وهذا حصري لقناة الحياة، أنه فيه يتم وضع في منصة أو بوابة الطالب ويب يوتيوب، حتى إن شاء الله ابتداء من السنة المقبلة ومن سوف يتم التعرف على الطالب، مش فقط حجز أو القيام بحجز الإيواء أو حجز الغرفة، يتم فيها معرفة رقم الغرفة
والجناح الغرفة بالإقامة المراد التوجه أو الإقامة بها، هذا بالإضافة لما هو موجود حاليا. خدمة النقل ماي باس وهي متاحة للجميع، وهي على الهواتف النقالة في جميع الهواتف النقال في النظامين، كذلك خدمة الإطعام باستعمال حافظة التذاكر الإلكترونية، واللي سمحت لنا هذا العدد لأول مرة نكشف عنه 1400 مليار سنتيم تم اقتصادها باستعمال هذه الحافظة الإلكترونية أو ما يعرف بالوالت. منذ رقمنة الإطعام أصبحت الديوان الوطني للخدمات الجامعية اقتصد 1400 مليار سنتيم. نعم، هنا تظهر ربما أهمية الرقمنة. أهمية الرقمنة حتى تكون فيه صراحة، خاصة وأنه في الماضي كنا تقدم مليون وجبة قبل استعمال الرقمنة، باستعمال الرقمنة أصبح لا يتعدى متعدل ومتوسط ما يقدم من وجبات لا يتعدى 420 ألف وجبة يوميا، لكن أنت تتخيلي الحجم الفارق والشاسع الذي ما بين كان يقدم نظريا وما هو الحقيقي الذي أصبح يستهلك، وبهذا أصبحنا ومكننا الخزينة الوطنية العمومية من أن تقتصد 1400 مليار سنتيم، هذا في جانب الإطعام. أما في جانب الخدمات تمكننا من اقتصاد ما يقارب 200 مليار سنتيم، خاصة أنه جميع الحافلات أصبحت مجهزة بأجهزة تسمح لنا بمعرفة عدد التنقلات التي قامت بها الحافلة، المحطات التي يتنقل منها وإليها هذه الحافلة، تتبع لمسارات ومعرفة بصورة دقيقة وآنية لكل حافلة مسؤولة على نقل الطلبة. الجديد هذه السنة سوف يضاف أن سوف يستفيد طلبة 7 مدن جامعية اللي موجود فيهم خدمة النقل بالمترو والترامواي، سوف يستفيدوا من هذه الخدمة بطريقة آلية مباشرة، يتم تسليم بطاقات الاشتراك من شبابيك المؤسسة المسؤولة. كيف سيتوجه طالب إلى هذه الخدمة؟ يتوجه مباشرة إلى شبابيك المؤسسة المسيرة لهذه المرافق، على سبيل المثال في الجزائر العاصمة سيطرام السنة الماضية استفاد 150 ألف طالب من هذه الخدمة، هذه السنة سوف يستفاد ما يفوت ربع مليون طالب، أي أكثر من 250 ألف طالب سوف يستفادوا من خدمة النقل عبر المترو والترام كونها وسيلة نقل عصرية وحديثة. إذا كانت فيه اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة النقل لاستفادة من الطلبة من هذه الخدمات في 7 مدن اللي موجودة بها هذه الخدمات النقل، وهما قسنطين أو وهران تيندوف إلى غير ذلك، الجزائر العاصمة كبريات المدن. نعم أستاذ عبد الجبار الدودي، تحدثنا عن فيما يتعلق ربما الإجراءات المتعلقة بمواصلة الحياة وتحسين الحياة الجامعية للطالب فيما يتعلق بالإيواء والإطعام والنقل، ماذا عن المنحة؟ المنحة واش المنحة؟ نعم، قلنا الجديد هل سيكون هناك رفع للمنحة في السنوات القليلة القادمة؟ في ما حتى نكون صريح، توضيح لي الصورة، توضيح لي الصورة. الرفع من المنحة السنة الماضية عرفت زيادة بنسبة تقدر 53%، وكان قرار من السيد رئيس الجمهورية. الرفع من المنحة وهو قرار يعود للسيد رئيس الجمهورية واختصاص السيد رئيس الجمهورية. إذا هذا باش تكون الصورة واضحة. شكرا لك. إذا نواصل الحديث عن الجامعات الجزائرية، إذ تم تحويل 23 جامعة كلاسيكية إلى جامعات من الجيل الرابع. ربما ماذا يقصد بذلك؟ ما هو الفرق بين هذا الجيل الرابع والجامعات الكلاسيكية؟ بالفعل اليوم هذه الدخول سوف يشهد تحول 23 مؤسسة جامعية من جامعة كلاسيكية إلى جامعة من الجيل الرابع، 15 جامعة وتم مدارس وطنية عليا. المدرسة أو المؤسسة الجامعية أو جامعة من الجيل الرابع وهي جامعة متصلة منفتحة، أي لها بنية تحتية رقمية متطورة جدا، وحتى الخدمات الرقمية المقدمة لمنتسبي القطاع سواء من أساتذة وباحثين وطلبة وحتى موظفين وتقنيين إداريين راح تكون خدمة راقية جدا تلقى لمستوى الجامعة الجزائرية. بالإضافة إلى هذا نعتمد في تحولنا هذا على انفتاح هذه المؤسسة الجامعية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، مش فقط المحلي وإنما حتى انفتاحها دوليا مع المؤسسات الجامعية. هل ستكون هناك شراكات بين هذه الجامعات الجزائرية والجامعات العالمية، وأيضا فيما يخص إدماج مشاريع بحثية مشتركة للمضيفين؟ بالفعل بالفعل اليوم في السنة الماضية تم إمضاء أكثر من 39 اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسات جامعية دولية وجامعات جزائرية. اليوم الحديث عن اتفاقيات مش فقط جامعات عربية أو آسيوية، حتى جامعات أوروبية وأمريكية
اليوم أصبحت تتواصل بطريقة مباشرة مع المؤسسات الجامعية، خاصة أنه اليوم مما شجع الجامعات على ربط الاتصال مع المؤسسات الجامعية الجزائرية وهو اعتماد التدريس باللغة الإنجليزية في السنوات الأولى، واليوم هذه السنة الثانية لاعتماد اللغة الإنجليزية في السنة الأولى. اليوم أصبح عندنا أكثر من 50% من الأساتذة المكونين في اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم جدا، يسمح لهم بتقديم محاضرات عالمية باللغة الإنجليزية، خاصة أنه التوجه مش فقط في العلوم أو ميادين العلوم والتكنولوجيا لهذه اللغة الحقيقية لتدريس، خاصة أنه لغة البرمجة والمراجع الكبرى موجودة اليوم، حتى ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية أصبح يدرس باللغة الإنجليزية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه فقط على سبيل المثال جامعة واحدة وهي جامعة الجزائر 3 فيها أكثر من 600 طالب على الالتحاق بما يعرف بهذا الدفعات الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية وتدرس في الفترة المسائية. هذا حتى نعطيه بعد آخر من بين المؤشرات الاعتماد وتحول هذه المؤسسات من مؤسسة كلاسيكية إلى مؤسسة من الجيل الرابع، وهي عدد الاستقطاب للطلبة الدوليين للجنسيات اللي فيها أكثر من 20 جنسية في كل مؤسسة جامعية، بالإضافة إلى مؤشر آخر ومهم وهو مؤشر الابتكار وريادة الأعمال. لا يمكن الحديث عن جامعة من الجيل الرابع دون التناسي والأخذ في الحسبان مؤشر الابتكار وريادة الأعمال، لأنه من بين مؤشرات التي تم اعتمادها الوزارة لضمان التحول وانتقال هذه الجامعة من الجامعة الكلاسيكية إلى جامعة من الجيل الرابع. بطبيعة الحال سوف تكون هذه الجامعة من الجيل الرابع جامعة تؤثر مباشرة في محيطها الجغرافي الذي ترسو فيه، خاصة اليوم تجاوزنا الحديث عن التنمية المحلية، وإنما اليوم أصبح لكل جامعة محلية لها بعد وطني سواء في التنمية المحلية أو التنمية الاقتصادية، خاصة اليوم الجامعة الجزائرية أصبح لها مهام مغايرة وتمت إضافة مهام أخرى لما كانت عليه في السابق بعدما كان مصب من أولوية مهامه وهو تلقين المعارف والمكتسبات وتكوين الإطارات المستقبلية، والجزء الشطر الثاني وهو البحث العلمي والتطوير. اليوم أصبح إضافة لها إضافة بعد آخر وهو اليوم البعد الاقتصادي من خلق الثروة الفرص العمل، وكذلك تشجيع وتحسين مناخ الاستثماري المحلي من خلق فضاءات لتسمح باستقطاب هؤلاء المصنعين المتعاملين الاقتصاديين. على سبيل المثال فيه مقهى الأعمال وهو فضاء ليسمح فيه تلاقي هؤلاء المتعاملين وأصحاب المصانع، يطرحوا في خلال هذا الفضاء مشاكل تقنية اللي تعرض لهم مؤسساتهم ومصانعهم، والمؤسسة الجامعية والطلبة والأساتذة الباحثين يقترحوا الحلول التقنية، وبهذا هذا اللي يصنع هذا المزيج وهذه الفضاءات تكون فضاءات لوضع الحلول. مش فقط هذا، اليوم حتى الجامعة الجزائرية أصبحت مسؤولة عن تنشئة الشباب. اليوم التنشئة في عدة أوجه وفي عدة صور، التنشئة السياسية، التنشئة الاجتماعية، الثقافية، حتى الرياضية. اليوم الجامعة أصبحت خزان كذلك للنخبة الوطنية والفرق الوطنية، واليوم كنا صباحة اليوم أشرف السيد وزير التعليم العالي وكذلك وزير الشباب والرياضة على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الرياضي الجامعي من جامعة دالي إبراهيم، ولاحظنا في الفرق الوطنية اللي شاركت في أولمبياد سواء الأولمبياد أو الألعاب البارالمبية كانوا فيه طلبة، والحمد لله حققوا نتائج وأرقام جيدة لتسمح لهم إن شاء الله في المسابقات الدولية المستقبلية على جلب الذهب للجزائر. إذن هذه اليوم الصورة الحقيقية للجامعة الجزائرية. نعم سيد داودي، هل يمكن التعرف على تخصصات هذه الجامعات المحولة من جامعة كلاسيكية إلى جامعة للجيل الرابع؟ هي الجامعة من الجيل الرابع في كثير من الأحيان حافظت على التكوينات التي كانت تقدمها بسابق مع تحيين بعض المسارات. اليوم نتحدث على سبيل المثال شهادة مزدوجة في العلوم الطبية زائد الذكاء الاصطناعي أو الإعلام الآلي أو تسيير علوم الصحة، هذا من جانب. اليوم فيه كذلك تخصصات جديدة على سبيل المثال، ونحن يوم سيأدى اليمين الدستورية سيد الرئيس ذكر على أنه فيه تخصصات جديدة بالجامعة وهم مسؤولين على ضمان الأمن المائي، خاصة أنه الأولوية الثلاث اليوم الجامعة تساهم فيهم بطريقة مباشرة، الأمن الصحي، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي. الأمن المائي اللي يتكلم عليه السيد الرئيس اليوم أصبحت فيه مسارات تكوين لمهندسي في تحلية مياه البحر واستعمال المياه المالحة إلى غير ذلك. اليوم الجامعة الجزائرية أصبحت أولويات ضمن مخططات واستراتيجيات الدولة، أصبحت تتماشى مع متطلبات السوق الوطنية بالفعل. بالإضافة إلى التخصصات الجديدة حتى نربط ما يحدث اليوم سواء في التحول الاقتصادي للبلد مع الجامعة
فيه لأول مرة شبكة موضوعاتية لتكوين تكنولوجيا في تكنولوجيا صناعة السيارات اللي موجودة بثمان أقطاب في 10 جامعات هي مسؤولة على تكوين هذا، وراح يكون فيه توظيف مباشر لخريجي هذه الجامعات، خاصة أنه جاءت هذه التكوينات ومسار التكوين نداء لطلبات وحاجيات هؤلاء المصنعين في تكنولوجيا السيارات. بالإضافة هذا في كذلك تخصص جديد، وهو أن نشهد صناعة التحويلية والصناعة النسيجية خاصة بولاية غليزان شهدت تصبح تطور كبير، وكان كذلك في تخصص في تكنولوجيا تطوير الصناعة النسيجية. لأول مرة في كذلك سوف تدرس اللغة الإنجليزية، ومنذ يومين قمنا بالوقوف على آخر الترتيبات في قسم اللغة الصينية في جامعة الجزائر التنين أبو قاسم سعد الله. نعم. وكذلك في أساتذة اللي راح يكونوا مشرفين على تكوين هم أساتذة صينيين. اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي راح يكون فيها كذلك لأول مرة سوف نشهد توافد عدد كبير من الأساتذة الأجانب على التدريس في الجزائر. وهنا يجب أن نذكر أول ماستر دولي. نعم. اللي راح يكون أو ما يعرف بالإيمان ماستر دولي في الرياضيات، راح يكون بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي. نعم. عبد الله، راح يكون في كل أسبوعين راح يكون يجو فيه 4 أو 5 أساتذة من دول مختلفة وبالخصوص من إيطاليا، خاصة أنه هذا الماستر بين المدرسة الوطنية العليا للرياضيات وجامعة ترياست بإيطاليا، راح يكون فيه تبادل. وكذلك هذا التخصص شهد ترشح أكثر من 96 طالب دولي. نعم. وتم تسجيل في طالبين فقط نظرا لحجم. نعم. وكذلك ما فيش مقاعد بيداغوجية تسمح لأنه تنافس كبير بين هؤلاء المترشحين. نعم. والطلب. إذن هذه الصورة اللي راح تميز هذا الدخول الجامعي 2024-2025. نعم. سؤال آخر سيد داودي، اليوم أكيد الطالب تحول من طالب للعمل إلى تحول إلى ربما خلاق لفرص العمل. في الإطار المقاولاتي تغيرت أيضا الذهنيات لتحول إلى كما قلت ربما خلق لفرص العمل. نعم. ما هو الرهان الذي رفعته اليوم ربما الوزارة لتحقيق ربما أهداف أخرى؟ الرهان هو رهان واضح، هو رهان القيادة العليا للبلد، والسيد الرئيس أعطى عدد 22 ألف مؤسسة ناشئة في هذه العهدة، خاصة أنه هذه العهدة سوف تكون عهدة اقتصادية بامتياز. سوف تعمل مختلف مؤسسات الجامعية على جعل من خريجي المؤسسة الجامعية هم من يشكلوا القوة الصناعية من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة. نعم. مؤسسات مصغرة ومتوسطة، خاصة أنه الظرف يسمح لذلك والجو والمناخ الاستثمار مواتي ويسمح لهؤلاء الطلبة خريجي المؤسسة الجامعية من إنشاء هذه المؤسسات، خاصة اليوم في ظل أنه اليوم فيه ثقافة مقاولاتية عالية جدا لدى الطلبة، واليوم رحنا إلى أبعد من ذلك وهو تعزيز قدرات والمهارات المقاولاتية لدى الطلبة. نعم. في سؤال الأخير ربما، هل يمكن القول اليوم أنه الدخول الجامعي لهذه السنة سيكون ناجح بامتياز؟ إن شاء الله، خاصة أنه كانت فيه قبل بدء هذا الموسم الجامعي كانت فيه استشارة واسعة. نعم. وإشراك جميع شركاء من النقابات وكذلك تنظيمات طلابية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متفتحة على جميع الأفكار الإيجابية. مبدأ التشاور هو مبدأ عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مبدأ إشراك الجميع، خاصة أنه اليوم الفكر أنه الجامعة الجزائرية يبنيها الجميع ولتكون في خدمة المجتمع، حتى تكون اليوم الجامعة وأساتذتها وباحثيها ومكوناتها بالخصوص طلبتها ومخالقي الثروة هم القوة الحقيقية للجزائر المنتصرة. نعم. شكرا لك سيد عبد الجبار داودي على كل تفاصيل المقدمة. شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نذهب فاصل ونواصل بقية النقاش في الجزء الثاني حول القضية ربما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، أين سنتطرق إلى القضية أو قضية الشرق الأوسط وبالخصوص لبنان، حيث شهدت العديد من المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انفجارات متزامنة لعدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة البايجر، والتي أسفرت عن تسجيل وفيات وإصابة العشرات
المباشرات. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من السيد أو الدكتور فوزي أبو دقة، كاتب أكاديمي ومحلل سياسي فلسطيني. مرحبا بك سيدي. شكرا للدعوة والتحية للمشاهدين ولضيفك الكريم. شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة، كما أسعد باستضافة السيد يونس جرار، خبير في التكنولوجيا. مرحبا بك أستاذ. شكرا على الدعوة والفرصة اللي أعطيك باش نلتقي بالدكتور. شكرا لك وشكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن البداية بك سيد فوزي أبو دقة، كيف أثرت ربما حادثة البنجر على الوضع الأمني في لبنان، وما علاقة الأزمة الاقتصادية في لبنان بذلك؟ بداية، هذه جريمة حرب. نعم. وإرهاب دولة منظم بتواطؤ من الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لأنهم لم يدينوا هذه العملية حتى الساعة. وكذلك بصمت عربي مع الأسف الشديد. إذن هذه جريمة ضد القانون الدولي، مخالفة للقانون الدولي، ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة حتى لاتفاقية جنيف الثالثة، عدم استعمال المدنيين أو ترهيب المدنيين واستهدافهم في زمن الحرب. ونحن في زمن الحرب. إذن هذا العدوان، هذا العدو ارتكب هذه الجريمة الإرهابية ولم يعترف بها خشية من القانون الدولي، بينما اعترف بعملية صباح الجمعة أمس، العملية التي استهدفت مبنى وبه عدد من القيادات العسكرية وبعض المقاتلين من حزب الله. هنا أربط هذا الموضوع بما يريده العدو من هذه التفجيرات، وكذلك المقاومة كيف كان يجب عليها أن تتصرف. وهنا أعتقد أن زميلي في هذه الحصة سوف يسلط الضوء على هذه المسألة التقنية والفنية، لكن أنا أخذها من جانب السياسي. مثلا يوم الأربعاء وقع تفجيرات بيجر، وهذه التفجيرات وهذا النظام أو أجهزة بيجر عادة ما تستعمل في المستشفيات مع الأطباء أو مع الممرضين أو حتى في بعض الأسواق الكبيرة لجرون سيرفاس، في التعامل والتواصل كحلقات ضيقة، وهو أسلوب موجود يعني مدني، يعني يستعمل حتى في الأسواق الأوروبية ما بين الناس في ضمن دائرة معينة من أجل سهولة الاتصال. إذن هي جريمة حرب وعمل إرهابي لأنه موجه ضد المدنيين. نعم. السؤال هنا أن يوم الثلاثاء تحدث عملية بيجر أو التفجيرات بيجر. نعم. ويوم الأربعاء أيضا. نعم. تفجيرات اللاسلكي، أجهزة الاتصال اللاسلكي. كان يجب، وبكل صراحة كان يجب، من حزب الله ومن المقاومة مهما كانت، سواء كانت في لبنان أو في فلسطين أو من استعمل هذه الأجهزة، كان عليه الحذر، لأنه كمية التجهيزات جاءت في وقت واحد واستعملت في مكان واحد، والفرق هو هذا الفارق الزمني كان يجب الانتباه. ومجرد أن يتم قفل هذه الأجهزة نعطل هدف العدو. أعود في 30 ثانية حتى أفسح المجال للضيف ولسؤالك الثاني أو السؤال الأول. أن ماذا يريد نتنياهو من وراء ذلك؟ هو يريد تغيير قواعد الاشتباك، لا يريد حرب استنزاف لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لأنه الآن في غزة عام، والنظرية العسكرية الصهيونية التي تقوم على أفكار بن غوريون هي المعركة الحاسمة أو الحسم العسكري، يعني بمعنى حسم المعركة في وقت زمني قصير لئلا يتم تكلفة عالية وكبيرة لجنود وجيش الاحتلال. إذن هو يريد أن يغير قواعد الاشتباك
من خلال الصدمة والترويع وضرب حاضنة المقاومة من المدنيين. نعم سيد أبو دقة، دعني أعود أيضا إلى الجانب التقني مع سيد يونس جرار. ربما ما هي أجهزة البايجر التي فجرها الكيان الصهيوني؟ وفي الحقيقة هذا الأجهزة هي أجهزة إلكترونية كما الهواتف الذكية وغيرها والتوكي وولكي إلى آخره، وتستعمل للتواصل. هي أجهزة بسيطة تستعمل للتواصل في مساحات مغلقة، والتواصل يكون برسائل قصيرة، وهذه تحتاجها كثير من المؤسسات باش تربط ما بين الموظفين والمسؤولين وتعطيهم تعليمات وكذا. فهو نقدر نقول بأنه جهاز موش مستعمل كثير، موش مروج كما الهواتف الذكية اللي عند كل الناس، إلا أن الشيء المشترك ما بين كل هذه الأجهزة هي أنها فيها جانب هاردوير إلكتروني، فيه كاميرا وفيه ميكروفون وغيرها والذاكرة، وفيه برامج. احنا كنا نسمع بالأمن السيبرياني والهجمات السيبريانية، الهجمات المبنية على البرامج اللي تخترق الهواتف ولا الأجهزة وتسرق المعلومات وتستعمل للابتزاز ولا لأشياء أخرى. الآن انتقلنا من خوفنا على معطياتنا إلى خوفنا على ذواتنا. الآن تصبح هذه الأجهزة، الاختراق هذا يؤدي بالإنسان للهلاك، فمعناه بلي كان شيء داخل هذا الجهاز الذي ينفجر. ما هو هذا الشيء؟ هو هنا، وهذا يعني نقول الناس المتمكنين من هذه التكنولوجيا خذوا باع كبير بينهم وبين المستهلكين. وللأسف احنا البلدان العربية والبلدان الإسلامية في هذا المجال نحن مستهلكين للتكنولوجيا ولسنا منتجين للتكنولوجيا. الدليل هو أنه لحد الآن فيه تضارب. ما الذي وقع باش انفجرت هذه الأجهزة؟ هل هي البطاريات تم شحنها بطريقة غير طبيعية وانفجرت، أم هي كان متفجرات ودخلت داخل هذه الأجهزة في طريقتها من المصنع إلى المستهلك؟ فهذا اللي يخلي الخطر كبير جدا والتحدي كبير، أنه نتلقى هجوم ولكن ما على بالناش منين جاء الهجوم وما هو السبب. هذا كامل يرجع إلى أنه للأسف لم نساير هذا التطور التكنولوجي. وهذا موش سير لما نقوله باللي هذه التكنولوجيات للأسف الكيان والحلفاء تاعهم متمكنين من هذه الأجهزة، هم المصنعين للتكنولوجيا ونحن مجرد مستهلكين، فنبقى دائما تحت الضغط وتحت الصدمة وتحت تأثير هذه التكنولوجيا. الآن في كلتا الحالتين ومهما كان السبب وعنده علاقة بالجهاز الإلكتروني وعنده علاقة بالتوقيت، معناه باللي هذا العدو استطاع أنه يتحكم في وقت واحد باش تنفجر كل هذه الأجهزة، وزيد كذلك يحدد من هم المستهدفين، ما مش كل ينفجروا، فيعرف باللي قال هذا من القيادات وهذا كذا، لأن هذه الأجهزة يستعملوهم الفلسطينيين واللبنانيين، ولكن حتى اليهود يستعملوه، الإسرائيليين يستعملوه، فلازم وإلا راح يوقع فيها بالنسبة لهم يوقع خطر ينفجر والناس كل تروح. فهذا هو التحدي، كيف تمكنوا من تفجير هذه الأجهزة وكيف تمكنوا من التحكم فيها، وباش نحلوا هذا الإشكال. صح نبدأ نحوسوا على المشكلة الأسباب وكذا، ولكن ما الذي ينتظرنا في المستقبل وباش لازم نقوم به، خاصة لما انتقلوا من البيجر ومن بعد راحوا للتوكي وولكي، ما المانع أنه يمشي الهواتف الذكية؟ أكيد نعم، فالخطر حتى احنا معنيين. فهل نبقى أيدينا مكتوفة وننتظر الصدمة والهجمة هذه ونبقى نبكي على هذا الحالة اللي رانا فيها، أم لابد أن نستنفر جهود الكفاءات تاعنا الجزائرية في الجزائر ولا الفلسطينية واللبنانية وغيرها؟ قال لازم الآن تبينوا قدرات تاعكم في الذكاء
لينافس الذكاء تاع العدو. كما هو قدر يفجر فلازم تفهم ما الذي حدث وكيف نبطل هذه العملية. نعم. وكيف نحمي أنفسنا وإيجاد البدائل. وإيجاد نعم. البدائل. نعم أستاذ قرص، سنعود بتفصيل إلى هذه البدائل، لكن قبل ذلك أعود إلى الجانب السياسي للسيد فوزي أبو دقة. هل هذا النوع من الجديد هو نوع، ربما ما هو الاسم الذي يمكن تسميته لهذه الأنواع من الحروب؟ هي الحروب نعم. بمعنى استعمال الذكاء الاصطناعي في الحرب إلى جانب الوسائل التقليدية. نعم. هذا هو التسمية. لأن هذا الجهاز هو جهاز ربما تجاوزه الزمن، يمكن القول أمام التطور التكنولوجي صحيح. الحاصل صحيح. والهواتف الذكية المتواجدة، يمكن القول أنه صحيح. تجاوز أنا الزمن. لا أتحدث نعم. فقط عن البيجر، بل عن البيجر واللاسلكي وحتى الهواتف المحمولة، لأنه اليوم حياة البشرية في خطر. وحسنا فعلت الجزائر حينما رفع مندوبها في مجلس الأمن دق ناقوس الخطر للعالم بأننا أمام خطر محدق، أن مجلس الأمن عليه أن يتخذ خطوات أكثر مصداقية أكثر فعالية، لأن هواتفنا الشخصية ولابتوب وكل الوسائل الإعلامية هي تحت التهديد. بمعنى هناك عدو متجبر يخلق التكنولوجيا ومتطور في الهاي تك، وبالتالي يستعملها ضد الناس المستهلكين لها ويدخلها في الحروب العسكرية. هذه الحروب الهجينة، وهذا مخالف لكل قواعد الحروب السابقة القانونية. نعم، وليس القانونية فقط، حتى لأعرف وهنا أقول النفاق الأمريكي. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تقول نسعى مباشرة بعد هذه الاعتداءات، نسعى من أجل وأعلى سلطاتها حتى لا أسمي أسماء، نسعى من أجل حل دبلوماسي في لبنان، نسعى من أجل اتفاق تهدئة في غزة، وهذه كلها مجرد ذر الغبار، ذر الرماد في العيون. وبالتالي نحن أمام تحدي خطير. هذا العدو محمي أمريكيا، محمي من الغرب. دائما من حينما يقوم بمثل هذه الاعتداءات إما يكون الصمت إما المعاداة السامية مباشرة، التهمة جاهزة من طرف الغرب. إذن في هناك شيء جديد يقع في العالم. هذا الشيء الجديد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى على مصالحها في المنطقة. هي ترى بأنها في تراجع، هناك قوى ناهضة، هناك الصين، هناك روسيا، هناك دول أخرى ناهضة، وبالتالي هي تحاول أن تستعمل كل الوسائل الأخلاقية واللا أخلاقية من أجل أن تبقى ثكنتها العسكرية، ثكنتها العسكرية اللي هي الكيان الصهيوني موجود وبقوة. إذن نحن حقيقة أمام فصل جديد. وربطا مع الموضوع في غزة، هنا نتنياهو يريد أن يغير قواعد اللعبة. بمعنى هناك ضغط كبير نعم. عليه. ربما ما هو المغزى للتحول تماما جنوب تماما جنوب سوف نعم. أتيك. هناك ضغط شديد، وسبق أن قلتها في هذا الاستوديو وفي أيضا قنوات أخرى في شهر 7 وفي شهر 8، قلت بأن شهر 9 راح يكون هناك تصعيد. لماذا؟ لأن المستوطنين يريدوا العودة إلى منازلهم. نعم. المستوطنين في الشمال، مستوطنين الإسرائيليين في شمال فلسطين، وهب عشرات الآلاف تم إيوائهم في الفنادق وفي المستشفيات، وأقاموا لهم بعض المعسكرات، ولكن الاقتصاد متعطل، المدارس معطلة، الجامعات معطلة. هذا شكل ضغط على نتنياهو من أجل أن يقوم بصفقة التبادل في غزة وهو لا يريدها، ووقف الحرب التي لا يريدها حتى ينفذ بجلده من المتابعات القضائية والقانونية الدولية والداخلية. إذن هو يريد أن بهذه العملية ترويع حاضنة حزب الله، ترويع
قيادة حزب الله ترويع لبنان ككل، ضغط جزء من لبنان على جزء آخر في داخل لبنان من أجل أن يقف ويتوقف حزب الله عن حرب الإسناد مع غزة. إذن هذا الضغط هو أراد من خلال هذه العمليات أن يفك الجبهتين، الجبهة اللبنانية التي تساند جبهة غزة. هذا الهدف الرئيسي. الهدف الثاني وهو محاكاة 7 أكتوبر، ويبدو أنهم توصلوا إلى معلومات ربما من خلال البيجر وربما من خلال اللاسلكي الذي اخترقوه ولا ندري كيف لحد الآن. ربما كان هناك مجموعة الرضوان، هي فرقة النخبة في حزب الله، يفكر في 7 أكتوبر جديد، أو عندهم معلومات بأن حزب الله سوف يقوم باحتلال الجليل كما قام الفدائيين الفلسطينيين في المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023. إذن هذا الهاجس كان شكل من أشكال الضغط على نتنياهو وقيادته العسكرية للقيام بمثل هذه العمليات لتغيير قواعد الاشتباك وطرد حزب الله من جنوب لبنان والتعدي حتى على القانون 1701 وعلى الأمم المتحدة نفسها من طرف الكيان الصهيوني. تحدث أستاذ، شكرا لك أستاذ أبو دقة، تحدث أستاذ أبو دقة في نقطة مهمة فيما يخص ربما إمكانية التجسس على حزب الله في لبنان. هل هذه الأجهزة سهلة للتجسس والاختراق؟ شفنا كما قلت كان لما كنا نتكلم على الأمن السيبرياني والهجمات السيبريانية، كنا نتكلم على بيغاسوس وغيرها، يعني برامج لتسمح بالتجسس على أصحاب الهواتف، يعني يبعث لك برنامج بدون دراية المستعمل حتى يدخل البرنامج في الهاتف ويبقى يبعث المعلومات ويتجسس ويسجل المكالمات وأشياء كثيرة، وهذه كنا نعلمها هذه. فإذا قدر بطريق برنامج أنه يتجسس، فما بالك لو أنه يتدخل في الإلكترونيك تاع الجهاز، لأن يعني افتراضي يقول بأن هذه الأجهزة البيجر التي سوقت في لبنان صنعت في إسرائيل ودخلت لبنان، ولكن صنعت عن طريق الشركة الثانية، لأن الكيان متنبه يعلم مثلا بأن احنا في الجزائر بلد المنشأ هي إسرائيل والتسويق عبر طرف ثالث. أنا مثلا كجزائريين أي جهاز مصنع أي مؤسسة لما نعرفه بلي الأصل تاعها إسرائيل ما يدخلش الجزائر، لا تدخل، ولكن هم خبثاء في هذا الأمر، فقال مدام تعرف بلي أنا فيستعمل مؤسسات في بلدان أخرى، يعني في المجر ولا في إيطاليا ولا كذا، وفي اتفاقيات سرية وهما عندهم هدف يعملوا عليه، لأن والاستيلاء على العالم وضرر الفلسطينيين وغيرها، فيستعملوا هذه المؤسسات لتسويق أجهزتها، وهما متمكنين في مجال الأمن السيبرياني في مجال الاتصالات والمواصلات، عندهم تفوق كبير في هذا المجال، وحتى هذه التطبيقات التي نستعملها الأصل هم اللي قاموا بتطويرها وكذا، ولكن يسوقوها عن طريق مؤسسات في الظاهر تحنها بريئة، ولكن لما الإنسان يبحث مليح يلقى بلي هذه المؤسسة صاحب المؤسسة أصله يهودي خاصة الأستاذ ربما في نقطة عبر ربما التطبيقات المجانية ربما هي موجهة لهذا الشيء، هل ممكن القول أنه هذه التطبيقات المجانية لديها أغراض أخرى وراء ذلك؟ نعم، يعني حتى في الأجهزة من الخبث الإسرائيلي هو أنه يصنع أجهزة مثلا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومتمكنين في هذا المجال، ولا الأجهزة تاع الحماية الإلكترونية متمكنين في هذا المجال، لكن يعرفوا بأن الماركات الإسرائيلية مفضوحة، الناس ما تشريش عليها، وش يديروا يستعملوا لأنهما في منافسة مع شركات من آسيا ومن أوروبا وكذا، ولكن يستعملوا شركات أخرى كما قلت من المجر من رومانيا من إيطاليا من أي بلد اللي عندهم علاقة عقيدية بينتهم، ويمشي أكثر من هذا، هو أنه هذا الجهاز ولا هذا الحل يباع
بثمن أقل. فهذا يثير المنافس والزبون. أنا لما نجي نشري صح نعرف بلي هذا الجهاز إسرائيلي ما نشريهش، ولكن نلقى بلي كان جهاز هندي وجهاز ياباني ونلقى جهاز روماني بسعر أقل، فنروح نشريه. فهم يخسروا أموال باش يخترقونا ويتحكموا فينا، لأنهم هم معتقدين مقتنعين بأنهم في معركة. هذا هو ثمن الحرب الإلكترونية اللي راهم فيها. ما يقولش بلي أنا هذه الأجهزة البيجر نبيعهم اللبنانيين بأقل ثمن، لا، يقدر يمدهم مجانا، لأن الهدف تاعو ماهوش هدف أخر، أهداف تجاري. أخرى، نعم، أغراض، لكن هدف أنه يوصل هذا الأشخاص المستهدفين باش يقضي عليهم لأنه في حرب. نعم، في هذه النقطة فقط، حجم الأجهزة كما قلت هو ربما حجم الصغير، حتى نوع ربما المتفجر المتواجد داخل الجهاز أيضا هو صغير. كيف يمكن ربما لمتفجرات صغيرة أن تؤتي أو تحدث ضررا للإنسان بهذا الشكل؟ لأن في المجال تاع المتفجرات ومجال البطاريات، نعم، ربما نوعية هذه المتفجرات المستعملة، مخابرهم متفوقين في هذا المجال. نعم، فكما قدرنا يعني الناس يوصلوا إلى تصغير هذا الحجم ربما الجهاز، الهواتف، الكاميرات، وكل شيء، كل شيء ولا صغير الآن. الآن المخابر استطعت أنها تطور عدسة إلكترونية. يعني في العدسة هذيك نوضعها في العين، فيها كل الإلكترونيات الموجودة في الهاتف الذكي، في الكاميرا، في الذاكرة، في الشاشة، في كل شيء. فتطور رهيب جدا. ولهذا مثلا الولايات المتحدة تريد أن تديم الهيمنة تاعها في هذا المجال تاع الإلكترونيات الدقيقة، وراي تعاقب الصين على هذا الأمر هذايا، وراه في معركة كبيرة، لأن الذي يتمكن من هذه الإلكترونيات الدقيقة فرح يوصل إلى التحكم في الصناعة هذه. وشفنا مثلا في مجال الذكاء الاصطناعي الأمر المهم كامل هو هذاك المحلل اللي يقوم بالعمليات. كانت أمريكا شركة أنفيديا اللي مسيطرة على العالم، وكان الآن خرجت الصين عن طريق شركتها هواوي اللي دارت محلل ينافس المحلل. ولهذا المعركة ما بين أمريكا والصين معركة كبيرة في هذه المجالات، في تطورات. والتساؤل المطروح، أين نحن من هذه المعركة؟ يعني دائما متفرجين ومستهلكين وضحايا. والرأي الكفاءات الجزائرية مثلا في الجامعات والمخابر وكذا، لماذا لا يدرسوا هذا الأمر هذايا؟ على الأقل نفهم ما الذي وقع، كيفاش حاجة صغيرة تنفجر وتدير لنا هذا الضرر، كيفاش البطاريات هذه تنفجر، لأن مادام نستعملوا البطاريات، هذه البطاريات تستعمل في كل شيء، في كل الأجهزة الإلكترونية، في الميكرو اوند، في هذيك التليكوموند التحكم تاع التلفزه، في التلفزه الذكيه، في كل امر. اعود اليك استاذ فوزي ابو دقه، كيف ستؤثر هذه تطورات الاوضاع في لبنان بمنطقه الشرق الاوسط ككل؟ سؤال واسع ولكن نحاول نختصر. الاستاذ يوسف يونس استاذ يونس طرح قضيه مهمه. لماذا لا يكون لدينا كعرب، نحن مستهلكين ولكن ما عندناش برنامج لتحدي التكنولوجي هذا؟ يسبق ذلك هو برنامج سياسي. احنا مختلفين، احنا منقسمين حتى على القضية الفلسطينية، منقسمين حتى على قضايا داخلية، وبالتالي منقسمين على دور الشعب، دور الناس، دور المثقفين، دور التكنولوجيا، منقسمين على أشياء كثيرة. وعندنا مطبعين كذلك، وهؤلاء المطبعين مستعدين يدفعوا أموال مع هذا هذا الكيان ومع من وراءه. إذن هذه مسألة في غاية الأهمية، لكن هذه تحتاج إلى جهود، لأنه احنا في معركة طويلة مع هذا العدو، يعني لا يمكن حسمها في حرب أو حربين أو المجال واسع. المهم أن يكون لدي برنامج مقاومة، الأنظمة لا يعول عليها. شفنا ذلك سنة في غزة من المذابح ومن المجازر والإبادة الجماعية، لم يتحرك أحد من الأنظمة العربية ما عدا القليل. وأذكر يعني حتى لا أجامل، الجزائر تلعب دور كبير جدا بالرغم من آلاف الكيلومترات في المسافة، ولكنها تلعب دور دبلوماسي وقانوني وإعلامي وفي في في كل الميادين إلى جانب القضية الفلسطينية، الأمر الذي لا نجده في كثير من البلدان، وأقولها على رأس السطح. نعم، الجزائر موقفها ثابتة فيما يخص القضية الفلسطينية. كيف يمكن أن يؤثر ذلك؟ هو إفشال
تعطيل المشروع الصهيوني. احنا نعرف انفسنا وجل من يعرف قدر نفسه، التكنولوجيا والقوة العسكرية هي بصالح امريكا والولايات المتحدة الامريكية فقط. ويعني اضيف مسألة على قضية النفاق، في هذه الايام الولايات المتحدة الامريكية ترسل وزير خارجيتها وترسل، والرئاسة الأمريكية ترسل مندوبها إلى لبنان، واحد إلى قطر ومصر وكوسطاء وإلى غزة من أجل موضوع غزة، وآخر من أجل موضوع لبنان. إذن في نوع من الاحتواء، نوع من الاحتواء في الميدان السياسي، وبنفس الوقت الأساطيل ترومان جاية قادمة. إذن هنا واضح بأن هذه الحرب حرب أمريكا وليست حرب إسرائيل فقط، وليست حرب فلسطين فقط، وليست القدس فقط، هذه حرب واسعة، حرب شاملة من أجل السيطرة على مقدرات المنطقة. كم نحن لدينا مشروع مثلا القرار الأخير لجامعة الدول العربية، خطوة جيدة، خطوة تثمن، خطوة إيجابية، لكن هل فعلنا هذه الخطوة؟ بأنه بمقادات إسرائيل وطردها من الأمم المتحدة، ماذا فعلنا؟ مليحة الخطوة من ناحية سياسية ودبلوماسية، لكن يجب أن نضع الآليات للوصول إلى الأهداف. أي أهداف بدون آليات لا تحقق، تصبح مجرد كلام. إذن نحن في حرب كبيرة واسعة، وهي كر وفر، مرة هم يشنون ضربات على المقاومة في لبنان، ولكن أيضا هناك مقاومة في لبنان وكذلك في غزة، والجيش الإسرائيلي منهك، ولن في رأيي لن يقوم بعملية غزو لجنوب لبنان. هو يريد تفريغ جنوب لبنان بالقوة العسكرية الجوية، ولكن كغزو بري لا أعتقد، لأنه منهك في غزة. نعم، شكرا لك أستاذ أبو دقة. أود إليك سؤال أخير أستاذ فوز، أستاذ قرار، عذرا أستاذ يونس قرار. أستاذ، ربما البدائل التي يجب التوجه إليها حاليا لتفادي مثل هكذا ربما تفجيرات من أجهزة لاسلكية أو أجهزة البايجر، وأيضا أهمية توجه الدول نحو الصناعات المحلية لتفادي ذلك. وأولا يعني الآن عرفنا الخطر، وهذا تحدي كبير، على الأقل لازم نفهموش صراحة، لازم نروح نشوف الخبراء في هذا المجال يحاولوا يلقاو الاحتمالات. هذا العقل تاع العدو وين وصل باش نفهموا كيفاش نجابه هذا الأمر. الثاني الآن هذا التحدي، هذه الأجهزة اللي راهي تدخل، نتكلموا على الجزائر، الهواتف الذكية وأجهزة أخرى راهي تدخل، لازم نضبط هذه الأجهزة اللي تدخل، لازم نتجنب هذا مثلا هذه الأجهزة اللي تدخل طريقة غير شرعية، وكيفاش راح نتحكم فيها. فلابد هذه الأجهزة لما تدخل تكون عندنا مخابر وعندنا خبراء وكفاءات اللي تقدر تحلل هذه الأجهزة باش تتأكد بأنها ليست مفخخة، باش ما نعرضوش المسؤولين تاعنا والمواطنين للخطر. الأمر الثاني صح، الآن لقينا باللي نفسنا باللي نحتاج إلى بعض الأجهزة ضروري. كيف نعمل؟ لابد أن نطور الكفاءات تاعنا والمؤسسة تاعنا، باش كاين بعض الأجهزة وبعض البطاقات الإلكترونية اللي يقدروا نصنعوها هنا في الجزائر. لماذا نجيبها ونعرض نفسي؟ وهذه راح تخلينا على الأقل باش نسير هذا التطور، إلى متى نبقاو دائما مستهلكين ونجري وراء هذه التطورات وهذه التكنولوجيا. هذا تحدي كبير جدا، لابد يكون هذا النقاش نفتحوه ما بين الخبراء الأساتذة والمؤسسات والفاعلين في هذا المجال تاع التكنولوجيات، وناخذوه بجدية. كنا دائما نتكلموا على الأمن السيبيري يعني منذ سنوات، الآن ماشي المعطيات تاعنا اللي معرضة، أنفسنا معرضة، أجسادنا وحياتنا راهي معرضة، فلازم ناخذوها بجدية وإلا راح. وهو كذلك. شكرا لك أستاذ يونس قرار على كل التفاصيل المقدمة. طبعا هذا الموضوع الأمن السيبراني موضوع واسع بشكل كبير، كما أشكر الأستاذ فوزي أبو دقة على كل المعطيات المقدمة والتحليلات. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام برنامج مع الحدث، متابعة طيبة لبقية البرامج، إلى اللقاء.